خلينا نبدا. احنا اليومين اللي فاتوا الحقيقه اتكلمنا عن فريق الدحيل القطري، نقاط القوه، نقاط الضعف، كل ما يخص فريق الدحيل القطري. ان شاء الله ليله المباراه نتكلم في كل هذه الامور مره اخرى بتفاصيل اكتر. النهارده هنتكلم عن بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بطل دوري ابطال اوروبا طبعا، واحد من اهم واقوى الفرق. نعم. فليك المدير الفني واحد من اهم المديرين الفنيين اللي متواجدين، وفي نفس الوقت خد بالك هو كان مدرب مؤقت. نعم. يعني هو كان مدرب مؤقت وما كانش مقنع في الاول، وما كانش مقنع ومش ماشي، فجاه اصبح فليك هو. نعم. عبقري واسطوره، هي دي صحيح. كره القدم يعني. صحيح. فهتكلمونا عن ايه النهارده؟ وطبعا في بدايه كابتن اسلام، اكيد نادي بايرن ميونخ زي ما قلنا بطل اوروبا وصاحب الثلاثيه وال8 2 على برشلونه وحاجات كتير اتعملت الموسم اللي فات، بس انا عايز 8 2 بس. يعني فاكر الماتش ده؟ لا مش عارف افتكره. بتشجع برشلونه؟ طبعا. طب بعدين بقى نبقى نتكلم في الموضوع ده. عايز بس اوضح حاجه في الاول، بعض التعليقات اللي جات لنا خلال اليومين اللي فاتوا على حته ان احنا ما بنتكلم على بعض النقاط الفنيه، ممكن الامر ده يخلي الجهاز الفني مثلا للمنافسه بتاع النادي الاهلي ياخد باله. طب نوضح بس حاجه، طبعا كابتن اسلام حضرتك اكيد هتاكدها كرياضي وكلاعب كره قدم، يا جماعه الامور الفنيه ما بتتاخدش بالليل نروح الصبح نقولها للعيب فتتنفس تاني يوم بالليل، ده مستحيل. الفريقين كتاب مفتوح، ده مستحيل. لا احنا بنتكلم في نقطه كلام مستحيله، يعني فكره مثلا هدي مثلا بسيط، لو عندك ليفت باك او باك رايت وعنده مشكله زي مثلا كنا بنتكلم على اسماعيل محمد مثلا يعني، فبنقول هو عنده مشكله في التغطيه العكسيه. اسماعيل محمد لو صبري ياموشي قعد معاه اربع ايام يقعد يعلمه كل يوم انه يصلح الحته دي عنده، الاربع ايام مش كافيين في الرياضه. الاربع ايام دول بس وقت قليل جدا 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 عشان تعلم لعيب مهاره او تصلح عنده خطا. ما الكلام ده ما بيتمش بين يوم وليله، وكمان الامور الفنيه والتحليليه بالنسبه للسكاوت بتاع الفريق او بالنسبه للفريق التحليلي بتاع الفريق بيبقى الامر اكبر بكتير من اللي احنا بنعمله في الاعلام. فبس انا حبيت اوضح النقطه دي عشان الناس تبقى فاهمه الشغل اللي احنا بنعمله هنا. نروح لبايرن ميونخ. طبعا بايرن ميونخ اكيد هو المرشح الاول للبطوله طبعا. ناس كتيره بتتكلم على بايرن ميونخ ان هو رايح نزهه، من موضوع بسيط بالنسبه له، ولكن المتابعين لبايرن ميونخ في الايام الاخيره والمتابعين بيحبوا بايرن بقى في مصر عارفين ان الفريق يا كابتن عنده مشاكل وعنده في امور فنيه مش كويسه في الفرقه، ودي هانز فليك اتكلم عليها في كل المؤتمرات الصحفيه الاخيره، وطبعا كان اخرها النتيجه الصاعقه فريق درجه ثانيه شفناها طبعا لما فريق درجه ثانيه قدر ان هو يخرج بايرن ميونخ من كاس المانيا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 بعد ما كان بايرن متقدم 2-0. هذا اكيد كله هنتكلم عنه النهارده.